مين البنت بتاعت عادي يا شيخ أمين؟ البنت بتاعت عادي بنت فلاحة جنع، يعني جنوا علينا بالانفتاح وعايزين يغيروا من عاداتنا وتقاليدنا وبيقلعونا من جذورنا. وطبعا احنا ما نعرفش نعيش بدون ثقافتنا، يعني ثقافتنا اللي هي عاداتنا وتقاليدنا، فهم عايزين يقلعونا منها. فانا قلت بقى البنت بتاعة بحكي عن الفلاحة البسيطة اللي كانت عايشة بسيطة في الانفتاح حصل ايه. فبقول بنت بتعة بنت زيد عبد الصبور اللي امها يوم عرسها كان عفشها حلة وبابور، ومعاها كمان صندوق خشب كان اصله صحارة صابون فيه بنستين والمكحلة ومراية والفلاية والملقاط وحجر وليفة ومبخرة وازازة كان فيها البخور وجوز صحون ومنخولين والطشت والقروانة والغربال ومقشة ليف ومقشتين عرجون وزير وزلعة وقلتين ومجور وحصيرة من سوق التلات والحف بايدها منجدة ومخدتين والوش كان دمور. في الانفتاح على رأي صاحبي والانبطاح وفتحنا مصر السداح مداح والعرض أصبح مستباح ونسينا حي على الكفاح اتلخبطت كل الأمور وقيم كتير وعادات كتير اتغيرت من ضمنها غلو المهور. البنت دي بنت أم بتعة مش عاجبة حد في مشيها، اتمناها مشيت طريقها لوحدها والأسرة غابت عنها مشغولة عنها بعبئها سايبينها هي وشأنها وكمنها مستهدفة الأجنبي ومعاه غبي فكر لها قال أولا ترفض معيشة أهلها ترفض أوامر ربها ترمي الحياء والانتماء ورا ظهرها تقطع جذورها بنفسها أو عزلها إزاي هتعرض لحمها وتبان مفاتن جسمها من ضفرها لأعلى شعرة في شعرها. عمل الصلاة تعرض موضات والإعلانات ماليه الشاشات بالشامبوهات والتسريحات وحاجات كتير فرحت بقى تاهت ونسيت نفسها وتكلمك ربع الكلام بالاجنبي وتقول هلو بنت ام بتعه تقول هلو مرسيه شوشو وسانكيو وكم يا توتو يلا جو وبكره بينا رندفو وكبار شيوخ المسلمين معرفش ليه متلجمين والمسؤولين فتحوا البيبان على وسعها ام قال سلامه المها يمكن تغير فكرها وتعيش حياتها بحلوها وبمرها راح لامها يخطبها منها وقال لها بصراحه بنتك عاوز حد يلمها وانا قدها. قالت وماله البنت يلزمها الجواز شخشخ جيوبك واشتري يلا الجهاز. قالت لوبي قالت تجهز شقه قد 4 اوض احسن نابوليا في البلد وتجيبها من دمياط وتجيب نجف من غير عدد والمكنسه بشفاط والدش قبل الدش والفيديو والبوتاجاز وتجيب لها تلاجة 16 قدم وتجيب لها قبل الجهاز الشقة الشنطة والمحمول وتجيب لها غسالة فول أنا قصدي فول توماتيك شقتها كاملة زي أي بوتيك وتجيب لها قبل الجواز الشبكة طقم من الذهب أنا مش هقول ألماس وتجيب لها فستان زفاف من غير كمام من غير كتاف علشان يبين صدرها وتبان مفاتن جسمها وتجيب غواز تزفها واللي اسمه ايه شهر العسل في الشرم ولا الغردقه وبلاش امور البعزقه ادي مطلبي ان كنت قادر مهرها قرب لها انا مش حمايل بختها. قال يا ام بتعة هجيب منين؟ انا ناني راجل مرتشي ولا احب اجيب بالدين ولا ارضى بالتقسيط الطقم يبقى طاقين ويكتبوني شيكات او امضي على ايصالات على انها امانات وحكايه مش هي لو بس فات شهرين ما دفعتلوش قسطين بدل المحامي 2 هيجيب له رفض الشيك ومصيبه وقضيه ومش هقول لك على القرف وحاجات مخله بالشرف اما البوليس والمحكمه هبقى في نظرهم منحرف وبكسر القوانين. شوف يا ام بتعة انا عندي شقه محندقه معقوله ماهيش ضيقه فيها يا دوب اوضتين وعملت جمعيه مع ناس اماره زيكم وقبضتها 2000 وادي اللي عندي وقلت لك بصراحه وباذن واحد احد ربك هيفرجها وبتع هتريحك وتعيش مرتاح. قالت له ام من هنا ام فضها سيره انا احترمتك عشان الاهل والجير بتقول لي 2000 جنيه 2000 جنيه دول ايه وانا اللي قلب افتكر بتع هتاخد بيه حافظ على كلمتك يهبل وخليك ذوق دي بتع طول عمرها دايما تبص لفوق الاحمر والاخضر وشمحزق وبنطلونات والشعر فوق كتفها سايح وفي الكوافير مش كل طير يندبح خد دش وانت تفوق وتفوق لنفسك وتتكلم كلام موزون وفرضنا انت اللي عاقل والمستمع مجنون 2000 جنيه للغوازي ولا للمأذون في ناس كتير زيكم مش عايشه في الدنيا ما بتسمعوش الرضاوي ولا تلفزيون
شفت اللي بيقدمه الحاج متولي، الشقة بالعفش كاملة وفلوس كتير في البنك كتبوا العروس، وده غير اللبس والمصاريف شايفاه بعيني، ولا واحد غريب قال لي. كل المسلسل تبعته دقيقة بدقيقة، والحاج متولي إلهي لم يشوف دقيقة، راجل صح مقتدر كل البنات عاوزاه، وبتعى بنتي إلهي يكون نصيبها معاه، مش جاي تقول لي الشباب، أنا ناقصة هم تقيل. قال يا أم بتعى اسمعيني كل ده تمثيل، قالت له دي أسري دي وبلاش كلام فاضي، الشعب راضي، ما فيش غيرك عامل لي تقيل، ما تكونش ماهر يا شاطر واسم أبوك عطار، والشاي على النار، وقاعد لسه على الرملة، والحلوة تيجي تلاقيك فارش لها المنديل. قال يا أم بتعى دي ناس بتوزع الأوهام، ساعدوا العزب جهلهم في الحرب على الإسلام، وانا مش بلوم جهلهم، اللوم على الاعلام. قالت خلاصه الكلام، انا بنتي ماشي من مؤمنكم، شوفوا لكم ناس على قدكم، انا بنتي حلوه مثقفه حافظه الاغاني كلها، احدى الشرايط عندها، ده لما تلبس بنطلونها الجينز كل الشباب تجري وتخطب وده، وننسى اقرب نفسها ما تجيش في خصله في شعرها ولا تيجي ضفر في رجلها. طب والنبي لو شافها واحد اجنبي لا يجيب لها كل اللي يجي في نفسها. انا بنتي عاوزة جدع حايق يكون كسيب، ابوه في حزب اسمه ايه ويكون من المحاسيب، او زي ابن مبطه شغال على التهريب، او من بتوع النوادي، او يكون لعيب الجم بمليون جنيه ويغيظ امين الديب. قال يا مبطة اللي يرضى بالحلال حيعيش، مفيش بيوت تتبني بالغش والتهميش، هي الاغاني تداوي ام انعوره، ولا الدول تتبني بالفن والكرة، ويا ريته فن بصحيح لكن ملوش قيمة، فن الجريمة بقى على الشاشة والسيمة، وعادتنا حتى القيم اتقطعت أشلاء، فقد الشباب الانتماء بس المهم يعيش، تايه ما بين الفراعنة والعرب والقريش، وعلموه الاستكانة لأجل أكل العيش، وغصب عنه اتحكم بفتوى والأراضيش. عايزين نعيش يا أم بتعة زي خلق الله، نحمي الشباب من الفتن وبلاش من المغالاة، اللي انت عارفاه حرامي بس مش شايفاه، ترى عقولنا واخلاقنا بتلفزيون طمح سلاسل وسحبك وانت ماشيه وراه. قالت له قوم يا ابن زاهيه يا ابن ام عين حوله، عمال تلقح كلام وتعيب ثقافه السلام، هو انت من دوله؟ قوم فز غور من هنا، قوم غور ما تحبسناش، بتجيب في سيرتي اسمه ايه والفجر لسه ما جاش، فاكر في يوم اسمه ايه؟ يوم احتفال اسمه ايه؟ ساعة ما مات اسمه ايه؟ وجيه بداله اسمه ايه؟ عمل قانون اسمه ايه؟ وبيه مخل اسمه ايه؟ باشا في امن اسمه ايه؟ يقطع لسان اسمه ايه؟ لو جاب في سيرة اسمه ايه؟ عقبال سلامة ابن ايه؟ ويحطه في اللي اسمه ايه؟ من غير محاكمة اسمه ايه؟ تقعد سنين من حاش، فكرك تحش اسمه ايه؟ هو اسمه ايه الحاش؟ لا 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 انت بداتها لي مهر وخطوبه وجواز ودخلنا على السياسه على طول. يا ام بتعى انت ايه قصدك تخلي اسمه ايه يحبسني في اللي اسمه ايه من غير محاكمه اسمه ايه؟ اقعد سنين من حش. انا جبت سيرت اسمه ايه وفرض ما قلت اسمه ايه؟ ما هو برضه ما غلطناش. قالت خلاص فضينا، يا تقوم تغور من هنا، انا بنتي زي القمر لسه عريسها ما جاش، عاوزاه يكون مقتدر ويكون كبير يا بلاش، انا ناقص هم الشباب والنفحة على الفاضي، فاكريني مكتب شؤون هديكوا بنتي بلاش؟ قوم في زغور من هنا، قوم فضها سيره، والباب وراك تقفله وتهوى في ستيره، واوعك تعتب هنا لو ليك كرامه صحيحه، اصل اللي زيك كده الدم عنده شحيح، وان كنت بالشكل ده يوم خرجتي ما تجيش. المهم كله حضرتك بتسالي بتقولي ان دخلت لنا كده وبعدين رحت داخل على السياسه. ايوه كله منفذ على بعض. لازم ما هو طبعا هو ده المقصود. ما هم يقصدوا ايه؟ يقصدوا تفتيت المجتمع وتفتيت الاسره. بس انت قلتها كلمه حكمه قوي، ان احنا عايزين نعيش زي خلق الناس. نعيش بكرامه كده وتبقى حقوقنا من صانع وناخدها. قول لي يا شيخ امين، علشان قبل ما نختم، انت كان ليك امنيه وطلب كده كل المشاكل اللي احنا بنشوفها، مشاكل فتنة طائفية، ناس بتحاول انها تفرق ما بيننا دلوقتي، حوادث يمكن تكون مفتعلة، بنقول ثورة مضادة، بنقول ممكن يكون العيب فينا من ناحية تانية، قلت انا عايز ان احنا كلنا نتجمع، قيمة الادب والفنانين والكلمة اللي ممكن تجمع وتأثر وتغير. عايزها تبقى ازاي؟ عايزها ازاي؟ انا عايز الفنان الكبير الاستاذ عمار الشريعي اتبنى العمليه دي. يعني يبقى في مكان مخصص يروحوا كل يوم. الاستاذ عمار الشريعي، يكون في ناس من الادباء ومن الشعراء
وازاي والفنانين والمطربين كل اللي شايف في نفسه مطربين القدام والمطربين الجداد كمان، لان الثوره لازم تفرز، لازم تفرز مؤلفين. أيوة. واللي هيقدر على كده عمار الشريعي، يعني يبقى في مكان انا مستعد اروح له، مستعد اجيب له اعمال من ناس لو على الاعمال اللي انا عاملها اغاني وطنيه تحرك الناس، تدفع الناس، تخلي الناس تغير من سلوكها اللي موجود. صح. تخلي ازاي يقوم المنطقيه. صحيح. ازاي نخلي الشرطه تنزل للشارع وبمناسبه شيخ امين، برغم يعني الاغنيه اللي حصل بينك وبين امن الدوله، لكن انت كتبت برضو وهنتقابل تاني ونقعد ونتكلم، عملت قصيده كده صلح ما بين الشعب وما بين الشرطه. عملت. انا بشكرك يا شيخ امين بجد والله العظيم، انت نورتنا وفرحتنا كده وخلتنا نفكر. وبعتذر انا كمان لاخواننا في قصر ثقافه القناطر الخيريه، لان انا كان المفروض اكون معاهم. معلش بقى، معلش بقى اللي كده هيشوفوا في القناطر الخيريه دلوقتي مصر كلها هتشوف. مصر كلها صح. ربنا يخليك لينا يا عم امين، شكرا لك قوي. شكرا والله، ربنا يخليك. اشوفكم بكره، اصبح على خير.